أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. في هذا الدرس حنبدأ نضيف الدبابات على اللعبة تبعيتنا، وحنضيفها بطريقة احترافية. فركز معي في هذا الدرس كثير، راح تتعلم إشي جديد عن الأري، فخلينا نبدأ نشتغل عليها. ممتاز. الآن لما كنا نلعب في الدرس الماضي كنا نضيف هاي المجسمات موجودة. طب نرجع نرجع اللاعب تبعنا من سرعة 4000 نحطها 1000 بكفي. ممتاز، هاي أول إشي نسوينا. طب نرجع الآن كمان بدنا نفوت على الجسر تبعنا. جوا الجسر بدنا نبدأ ندخل على سبون إنمي، وبدنا نيجي هون. الآن إحنا عنا E1 و E6، هدول سايد ووك يعني المسرب اللي على اليمين، هذا ممشى. الممشى هدول E1 اللي هي هون و E6 كانت هون. فالآن بدنا نحط E1 و E6 يكونوا مجسمات ثابتة، وبدنا نحط من E2 و3 و4 و5 يكونوا دبابات. ممتاز. طب كيف نسويها؟ احنا هون حطينا هاي بلوك، شو بدنا نعمل؟ خلينا نضيف فاريبل. نتعلم الان على الفاريبلز. بدي اضيف فاريبل بدي اسميه سايد، او خلينا نسميه سايد انمي. سايد انمي ممتاز. وبدنا نحط هون تانك انمي. ممتاز. الان صار عندنا سايد وصار عندنا تانك. طب نيجي هون على هاي، شو بدنا نحطها؟ بنكتب له static mesh. بعد لي هاي static mesh. ممتاز. نيجي على static mesh، وين هاي static mesh هون، object reference ونختار. ونيجي كمان على هاي نقول له static mesh، وندور على static mesh هاي هون، ونختار object reference. ممتاز. نعمل compile save. طلع انت عندي هون سايد انمي. بختار انا المجسمات، بختار تو بلوكس عادي. ممتاز. ولو سحبت هاي انا وحطيتها هون وجيت وحطيتها هيك، الان صار عندي هون نفس المجسم اللي قبل شوي كان تو بلوكس موجود الان هون جوا هاي النود اللي هي هاي. الان لو بديت اللعبة عادي راح يبدا لي، وحتلقاها موجودة في الجهة اليسار، لاحظها هي موجودة عادي. طيب انا ايش بدي اعمل؟ بدي اضيف الان دبابات، وبدي اعمل حركة جديدة، بدي هذا يتغير، بديش كل مرة نفس المجسم يجي في الجهة اليسار. طب شو بعمل؟ بمسح هاي ديليت، وباجي هون وانا كابس على السايد انمي، السايد انمي بالضبط، بضغط على هذا السهم هون وبختار الري من هون. ممتاز. وبعدين بضغط كومبايل مرة تانية. لاحظ عندي هون سوالي سايد انمي اشي مختلف، صارت اقدر اقذف مجسمات مختلفة. فخلني اختار الاولى 2 بلوكس، الثاني 6 بلوكس، الثالثه نختار ايش نختارها احنا؟ شو جبنا معنا اصلا مواد؟ انا نسيت اصلا شو المواد اللي جبناها. طب خلينا بس نشوف احنا المواد، ما جبناش غير هذول الثنتين اصلا. طيب خلينا نختار لنا مجسم ثاني اذا في عندنا اي شيء جميل نكون نقدر نضيفه. الصراحه ما اعتقد في عندنا شيء. طيب خلاص بكفينا هذول هم اللي موجودين. بدي امسح انا هاي، اعملها ديليت. الان انا بدي اسحب هاي اللي هي الاري، بدي اعمل جيت هذا الاري، وبدي اجي من هون واقول له خلي اسحب راندوم اري ايتم. الان اختر لي من الملفين اللي هون واحد وحط لي اياه هون. ممتاز. بدي اخذ دقيقه، لا احنا وصلناها غلط، بدنا نوصل هاي هون على السايد. ممتاز. اوكي نرجع نرتب شغلنا. هاي الاي 1 بدها تكون في الجنب، تمام. وبدي اخذ نفس هاي وبدي كنترول دي، بدي احطها هون. كبست كنترول دي انا، اخذت نسخة عنها. ممتاز. هذا السايد انمي، الانمي اللي في الجنب. كومبايل سيف. ممتاز. الان اي شيء بيجي من اليمين مرات حنلاقي هاي، مرات حنلاقي الثاني. لاحظ هون انا اجاني اللي فيها مخدات من اليسار، هون اجتني اللي فيها مخدات من اليسار، هون العادية لسه. خليني نسرع الشخص نشوف نعمل اجكت. خليني اشوف، لاحظ هون مرة اجتني هاي ومرة اجتني هاي، صار يبدل بينهم. ممتاز جدا جدا. طيب ونفس الاشي بدي اعمله على التانك انمي، بضغط هون بختار الري، بضغط كومبايل، والان اضيف الدبابات تبعونا. كم دبابة احنا جبنا معانا؟ 1 2 3. ممتاز. T1 T2 T3 نضيف الدبابات. طيب الان خلص كومبايل،
بدي اسحب هاي واجيب هون جيت وبدي اقول له اعطيني راندوم، اعطيني واحده منهم راندوم. ممتاز، بدي اوصل الراندوم هاي هون. ممتاز جدا. بدي اخذ من التانك انمي كمان نسخه، خلينا نطلعها لفوق شوي واخذ نسخه ثانيه وارجع اوصلها هون. بيرفكت. بدي اخذ نسخه هون، وصل هاي هون. بدي اخذ، خلينا نرفع هاي شوي لفوق واخذ نسخه ثانيه من هاي. ممتاز، كنترول دي بكبس قاعد. الان انا اخذت مجموعه نسخ، خلينا بس نبعدهم شوي عن بعض لانه صراحه بدينا نقرب الاشياء من بعض كثير. طيب خلينا نجيبهم. تمام، الان انت شفت شو عملت، انا حطيت تانك انمي راندوم. خلينا نسوي كومبايل سيف ونشوف شو صار بالمجسمات اللي في النص. طيب الان نزلت الدبابات، لكن للاسف الدبابات مقلوب وجهها لبوجهك لا في وجهها على الجهه الثانيه. طيب هسه ايش احنا هنضطر نعمل؟ راح نضطر نسوي نلف كل المجسمات اللي ضفناها على الجسر. طيب نفوت على الجسر، نيجي على الفيو بورت، نيجي على واحد على اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هاي المجسمات مش هذول اللي بالنص، واحد اثنين ثلاثة أربعة. بدي أحط لهم أنا أي مجسم. تمام، نيجي على رقم اثنين، خلينا نقرب منها، بعملها دوران، نعملها 180 درجة. ممتاز، وهاي كمان 180 درجة. بدنا نلف كل المجسمات 180، وهاي بدنا نلفها كمان 180، وهاي بدنا نلفها 180. ممتاز، كومبايل. طيب الان سيف، بس خليني بس ارجع اعمل هسه احدد الاربعه هذول، عفوا 1 2 3 4، والغي عنهم الستيك مش. كومبايل سيف. الان لو بدينا اللعبه، طب خلينا نبدا مره ثانيه عشان نشوف. هاي اجت دبابه، ممتاز. خلني اعمل اجكت انا واجي اقرب. لاحظ هاي الدبابه شكل وهاي الدبابه شكل ثاني، والان صار يجيني دبابات في كل مكان، وكل ما امشي شوي بتلاقي الاشياء اللي في اليمين طلعت، شوي بتلاقي الدبابات طلعت، وكل مره بيختار لك اي دبابه بدها تيجي واي مجسم على اليسار واليمين بيجي. طبعا هسه حط لي الاول هاد. طبعا بدنا كمان لاحظ هاي لما اجيت انا سويت اجكت وقربت بلاقي هاي كمان اجت معنا. ممتاز جدا جدا جدا. طيب هيك احنا الان اضفنا هدول. طب بس بدي اعمل كمان شغله انا حتى يعني نظبط اللعبه تبعيتنا. خلينا نفتح الدبابات، في عندنا مشاكل احنا لسه يعني والدول كمان. طب احنا نتصادم مع هدول، فخلينا نجي هون. فبتقدر انت تفوت على المجسم هاد، بتضغط ريموف كوليجن، بدي الغي، بدي اسوي تصادم اللي هو يلمسه يتاثر. فالان انا جبت على الصندوق، ضغطت اخترت انا ريموف كوليجن، وبعدين باجي اد بوكس سمبليفاي كوليجن، سوالي صندوق. هذا الصندوق لما تصادم معه راح اخسر من الروح. ممتاز. طيب وخليني انزل لتحت، اجي انا هون، اذا هي مسكر عندك البوكس افتحها. تمام، وبدي اصغر الصندوق هذا شوي لتحت، يعني بديش رجل اللاعب لما تخبط على طول يخسر. يعني هي نصيحه افضل تعملها علشان اللاعب لما يلعب ما يخبط بسرعه ويخسر، فخلي شويه حماس عندك في اللعبه. فانت من 390، كان 390 هي، انا كبرتها بدنا نحطها 350 مثلا. ممتاز، خلي في عندك مكان، اعطيه سماحيه، ارحم اللاعب تبعك شوي، او حتى اعملها 330 مثلا، خلي شويه فرصه عنده لو ما يخسر على طول او ما يمسها. كومباي هيك بقوم مبسوط اكثر، بصير في عنده حماس. طيب وهاي للثانيه كمان، عفوا ارفع هاي احطها هون، وباجي كوليجن ريموف كوليجن، وبحط له بوكس سمبليفاي. طب هذا البوكس كبير كثير، انا بدي اصغره من هون ومن هون، وبدي انزله تحت، بنزل لتحت لهون، وباجي على الزد، الزد هي العموديه، فبيجي على 6 الزد، بحط 340 مثلا لهاي، 340 و50 340، وبدي احط كمان العرضي هذا، بدي احطه 200. هيك صغرناها شوي رأفة باللعيبة. وهي الدبابة كمان، خلينا نجي نعمل كوليجن، اوف دقيقة ما في عليها كوليجن، نعمل صندوق. لاحظ الصندوق كثير كبير، وهذا مشكلة. ليش؟ لأنه بدأ من قمة هاي اللي فوق لتحت سوى لي صندوق كامل. أنا بديش أعمل، لو أنا عملت
كوليجن انه يعمل كوليجن في كل مكان، بصير في عندي مكان هون يخبط وهون يخبطش، لا انا بدي اخليها بس مجرد صندوق، وخلي انزل لتحت واجي اصغر من 300 بدي احطها 200 مثلا، اشوف تمام اشوف اوكي تمام، خلينا نقول طيب وفي عندنا اوفست هون، خلينا نشوف انا لو جيت على هاي الزد تحطها صفر او 100 منطقية 100 تمام. الان هيك كثير كويس، وخليني ارجع شوي هذا لورا لانه في مكان فاضي قدامها بقدر ارجعه، هذا بالاكس بالاحمر، هاي الاكس هون من 600 بدي اخليها 660 بدي اخليها 550 كويس ممتاز. بضغط سيف، انا هون سيفت هدول ما بعرف ايش والله. طيب نروح على الدبابة الرابعة الثانية، ونفس الشيء هاي الصندوق تبعها راح يوصل للسما لفوق عشان العمود اللي فيها هاي. تمام خلينا نسوي كوليجن اد بوكس، طلع كيف وصل والفوق. طيب نرجع هون نخلي البوكس هذا 200 بدي احطه هون 100 هي نزلته لتحت. خلينا نكبر ال 200 شوي 280 اوكي، واصغر وارجع هاي لورا شوي اللي هي بالاكس من 880 خليها 780 اوكي كويس كويس، لا هيك احسن ممتاز. فبدناش يخبط، لما راح يخبط بهدول اللي فوق اللي طالعين ما راح يتاثر اللاعب ممتاز. بنعمل سيف نفوت على اخر دبابه، وهي الدبابه كمان نضيف لها بوكس ونفس الاشي راح نعمل، راح نيجي تحت نضيف هاي 200 نحط هاي 100 ونحط هاي من هون في الاكس هاي 700 خليها 600 كافي ممتاز. الان سيف، الان صارت اللعبه تبعيتنا ممتازه جدا، كل الاشياء موجوده. طيب الان انا راح اسرع الفيديو وانزل كل المجسمات الموجوده، راح اخلي كل السيارات موجوده وارجع اعرض عليك. ممتاز جدا جدا جدا، الان صار عندنا كثير دبابات تطلع، وطول ما احنا بنمشي بنصير نقدر نتفادى بينها، المسافة كويسة اللي اخترناها. في عندنا هون مجسم في عليه غلطة في واحد من هالمجسمات اللي انا حطيتها، خلينا نشوف كان اللي هو رقم 2 كان في انمي سايد انمي، في واحد كان هون تيك انمي تانك انمي تانك انمي، في واحد كان عندنا غلط اي واحد كان نسيت، خلينا نشوف مرة ثانية اي صف بس دقيقة اوكي ممتاز تمام هدول كلاتهم صح. في كان عندنا مجسم بيتم انشاء في مكان غلط اللي هو في المنطقة اليسار اوكي، واضح انه في المنطقة في الصف هذا اللي هون في عندنا واحد مرابطينه احنا غلط، لاحظ هذا جاي في نص الطريق واقف، هذا ما بدنا اياه، هذا لازم نلغيه، راح يطلع لنا مجسم هون. طب اي واحد هذا؟ راح خليني اشيك بس الكود تبعنا نتاكد. طيب هسه احنا لازم نتاكد من الراندوم هاي. طب سايد تانك 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 ممتاز،
سايد تانك تانك او انه خلينا نشوف هون ممسوحين كلهم ممسوحين نتاكد مره ثانيه تانك كله موصول صح سايد تانك تانك اوكي غريب في عنا اشي غريب انا للامانه مش عارف وين الغلطه اللي عنا للحظه هاي خلينا نسوي كومبايل سيف اشوف انا هاي التانك انمي كلياتهم صح السايد دول التنتين وانا كليات التانك وهي كمان تانك لاحظ انا في عندي مشكله انا مش عارف شو هي الان بدور عليها طب انا لو تانك كليات هاي السايد انمي انا بقول لك شو اللي صاير على الارجح على الارجح على الارجح انا بكون اخترت الاي غلط وصلت الاي غلط هو كان اسم خلينا شيء نشوف بس المره الثانيه جوا اللعبه تمام هو المنطقة اي واحدة خليني اعمل اجيك عفوا شغل خليني اشوف مش موجود هون ولا هون تمام ما طلعش بالمرة مش مبين عندي اوكي هذا الصف الاول الثاني طلع انا بدلت بين الاثنين لما حددت هدول لاحظ انا هاي كانت لازم تكون هون وهاي تكون هون هذا الصف واحد الصف اثنين طب خلينا نرجع نشوف اللي عندنا هون الصف الاول هاي السبعة اشوف سبعة ايش كانت سبعة خلينا نحطها هون طيب سبعة خلينا نشوف سبعة وين موجود رقم سبعة اللي برود تو سبعة سايد اشوف هون محطوطة سايد لا السبعة موجودة هي هون فمعناته انا وصلت سبعة غلط ووصلت ثمانية غلط اتوقع اتوقع هي سبعة راح تكون هون ممتاز ثمانية هون خمس نتأكد من ثمانية نشوف رقم ثمانية نشوف هي صح ثمانية ممتاز انا شغلة بسبعة وثمانية فراح ابدل لي اياهم في اماكن الغلط ممتاز الان اللعبة صارت ممتازة جدا الان في عنا كمان خلينا نظبط اللعبة لاحظ الشخصية ما تقدرش تنط من فوقهم خلينا نيجي على الشخصية في كاركتر نكتب له جمب طيب بدنا نشوف الجمب قديش بدنا اياه ينط هو 700 خليها 2000 نجرب خلينا نشوف اوه 2000 كثير عالية مش منطقي يصير اللاعب ينط النطة هاي فخلينا نرجع هون نقول له مثلا بدل 2000 خلينا نقول له 1400 خلينا نشوف اوكي منطقية 1400 اشوف ممتاز جدا طب بقدر نط من فوق الصناديق بقدر نط من فوق الصناديق تمام الان طبعا احنا كان لازم ننقل كمان صراحة صندوق واحد مش منطقي يكون صندوقين على اليمين كل مرة صندوقين صندوقين لكن مش مشكلة الان هيك احنا الان تعلمنا كيف استخدمنا الاري وكيف سوينا الكود وكيف ربطنا الاشياء وتعلمنا كيف حطينا كمان استاتيك مش حطينا عليهم كوليجن حطينا عليهم صناديق وتعلمنا كيف نصغر حجم الصندوق وتعلمنا كيف ننشئهم كيف نعيد ترتيبهم في العالم ولما صار عندنا السيارة مقلوبة رجعنا لفينا وجهها علينا ممتاز طبعا راح نصلح هاي لاحظ انت هاي الانارات والهاي راح نصلحها بفيديو قادم ان شاء الله بنصير نصلح الشغل تبعنا تمام هيك كنت انتهى الدرس يلا بشوفك الدرس اللي بعده ان شاء الله في امان الله مع السلامة